للمزيد من التفاصيل عن هذا الخبر بينضم لينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. صباح الخير يا أستاذ زكي. صباح الخير يا أستاذ عمل، وصباح الخير على كل اللي بيتابعونا. وخلينا يعني في البداية نؤكد على، خليني بس أسأل حضرتك لأنه هذا الخبر مهم جدا الحقيقة، وبيوضح أن الدولة المصرية تضع المواطن المصري على رأس أولويتها. هذا الخبر يتحدث عن رفع مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ل 172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي. يعني احنا بنتكلم أنه عجلة التطوير والاهتمام بالمواطن المصري كل أقل من سنة تقريبا. طيب خلينا نأكد في البداية زي ما حضرتك شرحتي قبل التقرير كمان تفاصيل هذا الخبر، واللي بيؤكد على ان الحكومة المصرية والدولة المصرية بتعمل على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في جملة برامج حماية اجتماعية. وخلينا دايما نحفظ الرقم، احنا عندنا جملة برامج حماية اجتماعية تصل الى 500 مليار جنيه شغالة على كافة برامج الحماية الاجتماعية اللي الدولة المصرية شغالة عليها على مدار الخمس او الست سنين اللي فاتوا. وطبعا بطبيعة الحال زاد هذا الامر بعد ازمة كورونا وبعد الازمة الروسية الاوكرانية، ما يستدعي فيها العالم ان احنا كافة الدول حتى قبل ما احنا نتحرك كافة الدول بتتحرك حوالين ان هي تدعم مواطنيها، لكن الدول الثانية اللي بتتحرك دي عندها مالية كبيرة وعندها موازنة كبيرة وعندها يعني دخل كبير، لكن احنا هنا في مصر وفق يعني امكانياتنا بنسعى ان احنا نحقق اقصى يعني رقم ممكن ان احنا نفيد به المواطن المصري، نساعد محدود الدخل، نساعد كافة الطبقات ان هم يكون عندهم جزء يعني من الحياة المستقرة في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. والأزمة الروسية الأوكرانية دي أمر متعلق بكل مناحي الحياة، يعني متعلق بالحاجات اللي بتدخل بيتنا في الأكل والشرب، متعلق بالبترول، متعلق بالبنزين. يعني عشان الناس تبقى فاهمة احنا بنقول ليه الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن هي اللي أثرت على دول كبيرة. وإحنا هنا حتى في تغطيات حضرات وتغطيات قطاع الأخبار المتحدة مثلا طول الوقت بنشوف إيه اللي بيحصل في الدول التانية عشان يبقى عندنا قدام عينينا إيه كمان اللي حصل في مصر وإيه السبب اللي وصلنا ليه في هذه التداعيات. فبالتالي الحكومة المصرية متفهمة ده، وهم لديهم يعني رؤية إن هم طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هم يطبقوا عدة برامج للحماية الاجتماعية والدعم، بحيث ان احنا يكون عندنا سلع مناسبه، يكون عندنا امور مستقره في الرواتب والمعاشات، يكون عندنا امور مستقره في دعم الفلاحين، دعم المزارعين وخلافه. فبالتالي هذه المخصصات في جمله موازنه العامه للدوله هي بتزيد بوفق يعني اقصى رقم ممكن، لان في دفع طول الوقت من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نزود برامج الحمايه الاجتماعيه، ان احنا نستوعب متطلبات المواطنين، ان احنا يعني نصنع فرصه حقيقيه ان احنا نعدي من هذه الامور. ده غير المشاريع التنمويه اللي بتقوم بيها الدوله المصريه يا استاذ زكي، وحدثنا عن هذا الامر لو سمحت في المحافظات والقرى والنجوع، بنتكلم عن اخر الصعيد مثلا، بنتكلم عن قرى جوه الفلاحين، حدثني عن هذا النشاط. طيب هم مسارين مهمين جدا، احنا مسار مهم الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه ان برامج الحمايه الاجتماعيه شغاله طول الوقت، بالاضافه لان الدوله المصريه برضه طول الوقت شغاله في فكره المشروعات القوميه، لان المشروعات القوميه دي هي مصدر رئيسي للدخل في الاقتصاد القومي المصري وفرصه حقيقيه ان احنا نعين. وزي ما سياده الرئيس اخر رقم ذكره ان في 5 مليون مواطن مصري شغالين في المشروعات القوميه، ال 5 مليون مواطن مصري دي المصري جزء منهم كبير كان جاي من دول تضررت زي ليبيا والعراق وغيره بالحوادث الاخيره، فكانوا مطالب برضو ان احنا في السوق المصري نستوعبهم. فالدوله المصريه لما استوعبت هذه العماله، وارتباطا حتى بخبر لسه قريب سامعينه يا استاذ امل، هو فكره الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه البطاله، احنا هنا الدوله المصريه كل حاجه بتظهر بتوجد لها رؤى ومسار يقدر يتماشى مع الوضع الجديد. الوضع الجديد ده بيقول ان احنا عندنا مشروعات شغاله، عندنا استهداف لبرامج حمايه اجتماعيه شغاله، عندنا استهداف لفكره دعم الاقتصاد المصري وعمل يعني فكره الموازنه ان احنا نطورها ونخليها اكثر مرونه ان هي تستوعب كافه التوجهات وكافه المتطلبات الحقيقيه. عشان كده طول الوقت واحنا بنتكلم وفي تغطياتنا وحتى متابعتنا للاخبار او رصدنا للاخبار بنتذكر ان حتى المسار حوالين المشروعات القوميه، في نفس الوقت الدولة المصرية شغالة على مشروعات زي حياة كريمة، زي التحالف الوطني للعام الأهلي والتنموي، زي تكافل وكرامة. طب هي لما راحت الدولة المصرية تشتغل على حياة كريمة، وحياة كريمة هو مشروع قومي عظيم للغاية بيخدم 65 مليون مواطن مصري، هل تركت الأمر إن هي تشتغل على المشروعات بس؟ لا، هي حاولت برضه في طول الوقت إن هي توعي المواطن بقيمة المشروع. هو العمل في مسارات متعددة ومتوازية. الحقيقة حديث حضرتك الحماسي دايما عن المشروعات ده بيخلينا نفهم
ونعي أكثر ما تقوم به الدولة المصرية، هي عجلة واحدة للتنمية الاجتماعية، والهدف هو طبعا حياة كريمة بالمعنى الحرفي لكل حرف في الكلمة للمواطن المصري. الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا.